ما سيني عبد القادر عمر نادارة أو بلدوينة كسو هاللي وحا ولي أداوني سان آر تي أن تي في استوديو مقالة نيروبي أو ستو صوركو إذا كجاي معنا يو مركانا وبنتي عيارها إيو إبراهيم جيدو عواله بيبا أبل ما سنتين عبد الرساق سعوتو يو إقلان سالة كوحدة كوبادة عكتي لستا سيتي معلين كودة كلاوديو رينييري يا شيغين وكيت كجلين دونو قار كاترسان حدقيه سواوين كدي مركلة وقلدرة كسو قارتي كولان كاترسان هوريال كإنجريز كبريمير ليغا معني رينييري يا دليلي قاب عياريت كعيارتو دي سواوين غارهان رياد مهرز يو جيم يو فادي سيد الأمسيني وعنو شيغين مركان درقات كيو كرد ماضيه وسبدل وين وكسامين دونو دينا عيارتو دا جوكت دي قرمضا كسو بلابانيا لستر يا كولان كيشنادو اسكوحيغ هوريالك قولدرايسة تي مركي سوانسي سيتي لبيب رايكا قبضي سيا حدي وعني نقوني سا مركي ووري سيو كوح دفاعاني سي هوريالك انجريزكا اي قولدرايسة تو شن كولان او اسكوحيغا او هير كسراها تاني يكوني سيغال بقول كنتني لحدي او جلسي سيدا سيا سميسي كلاوديو رانييري كوحديسا ايا هادا هل دي بيعونو جرتا بوسكا ديب لوغو لابانا يو هير كلابادي هوريال كينغريزكا وحنا نقوليسا كوحدي يقول لي ذاتي ابدي دفاعتا بريمير ليغا دل كينغريزكا معالنكا ايا هادا لأميسيني اي نوكيتك قلين دونو رياد مهرز يا جاميا فادي او لابدو بمسولكا ها قوشي حلياريتك يوريه كوحدا ليستر سيتي مهرز ايا سدح قول لليا سدح كرانا باسي حلياريتكن تاسو ادو هوسيسا هيركي حلياريتكي يوريه او تدبيو تبن قولو لليا تبن كرانا او باسي لنا كلام عنك كوحدة جلسي أنتونيا كونتي أي دليل يا أما بكسو هرجستي هذا الوربين تكشيغي معلنك كوحدة مانشستر يونايتد جوزي مورينيو وحنا لابد معلن إسبيرت كان بدل مركو دي ووريسي هذا لو يسكو دافسني عن لنا ورباهنتا معلن أنتونيا كونتي أي كتل ما يدقال مسكحيد هذا لو جوزي مورينيو شيغي كدب مركي كوحدة يونايتد لبيب رأيكا قبدي سي وورفورد سبتدي تاسو شاقين كوحدة جلسي هوريالك ايكو قولي سنين سواني هادا لسوق بانكرين وحا امرينيو اسببي ان كوحدة جلسي عياري سو كوباد دفاعة سلماركانا كنتراتاقا ما ورركا داقسيها له اي قولال كودالينيسو سداس درتي نان لسوق بانكرين انتونيا كونتي اياسي اوغو جوابي ان هادا الكاسو يهي مدى عيار اه او جوزي امرينيو او تلقالي داقال مسكحيدك كوحدة سناني ولي ودوين ان ايكو قولي ستو هوريالك با كوحدة جلسي أنتونيا كونتي ayaa dhinac kale sheegay inaanu doonayn inuu abuuro muran dhinaca warbaahinta samarkana aanu doonayn inuu u jawaabo macallimiinta kale balse waxa la aaminsanahay hadda inuu markala bilaaban doono weerarka dhinaca warbaahinta Jose Mourinho aanka ku yahay Mourinho ayaa horay dhowr jeer looga soo xigtay hadalo noocan oo kala ah oo mind games-ka loo yaqaan xilli ay kooxda Chelsea uu tababari jiray ugu dambeyntiina xidiga wararka ugu ciyaara kooxda Real Madrid Gareth Bale ayaa dib ugu soo laabtay tababarka kooxdaasi kadib dhaawac uu kaga maqnaa kooxda Los Blancos saddexdii bilay ugu dambeysay Bale ayaa ka maqnaa ciyaaraha tan iyo bishii November oo uu anqawga ka dhaawacmay kulan Champions League ka tirsan oo kooxda Real Madrid ay kaga horjeeday kooxda Sporting macallin Zinedine Zidane ayaa si weyn u amaanay ciyaarihanka hadda sheegay in uu si dhaqsi leh toos garoomada ugu soo laaban doono Zizou ayaa aaminsan in muddo bil ah gudaheeda uu dib u ciyaar doono Gareth Bale waxaana uu carabka ku dhiftay in lugta labaad ee Champions League wareega 16-ka oo Real Madrid ay kaga horjeedo kooxda Napoli 7 bisha March in ciyaarihanku ciyaari doono macallinka xulka qaranka Welsh Coleman ayaa isna ku tilmaamay mid aad u wanaagsan in Gareth Bale haddu dib ugu soo laabto garoomada xilli kooxda qaranka Welsh ciyaar doonto kulan ka tirsan Celebrebka koobka adduunka 24-ka bisha March وركي سبورتينا حلقا وانا جاي